لم يعد مرض السكري عائقا أمام عشاق الرحلات الطويلة والأسفار، لكنه قد يشكل خطرا على حياة المصابين إذا لم يتخذوا التدابير الوقائية اللازمة. تقرير أسماء الضحاك يرصد تجربة إحدى المصابات. تعشق لويس ديفيز ركوب الدراجات والتجوال عبر العالم كثيرا، وتتمرن استعدادا للسفر إلى كوبا بعد أسابيع، حيث ستتنقل فيها بالدراجة. من يرى هذه الشابة المفعمة بالنظارة وحب الحياة قد يشكك في حقيقة إصابتها بمرض السكري. أفاقت لويس ذات صباح لتكتشف إصابتها بالفئة 1 من مرض السكري، وهو نوع يصيب الأطفال، لكنه لم يمنعها من الاستمتاع بالحياة. كنت طفلة محظوظة، والداي شجعاني على السفر رغم مرضي. أعظم رحلة قمنا بها كانت بعد إصابتي بسنتين، ذهبنا إلى ميامي ومدينة ديزني، وبعدها زرت معظم دول العالم. قبل سنة سافرت لويس وصديقها إلى الهند، وقبلها إلى هونغ كونغ وفيتنام ومعظم دول أوروبا. ولأنها تدرك حجم الخطر المحدق بحياتها أثناء السفر الطويل، تحرص لويس على أخذ جرعات متفاوتة من الأنسولين وجهاز قياس السكري ومراسلة طبيبها، بالإضافة إلى تصريح لحيازة تلك الأدوية الممنوعة في المطار تحسبا لأي طارئ. فالمصاب بالسكري بحاجة إلى الراحة واحترام مواعيد الوجبات والابتعاد عن الضغط النفسي، كما ينبغي إبقاء الأنسولين في درجة حرارة عادية. فالحرارة الشديدة أو البرد القارس قد يتلفان الجرعة فتفقد مفعولها، كما قد يصاب بكسور أو جروح تؤدي لا قدر الله إلى بتر العضو المصاب. إذا كانت نسبة الجلوكوز مرتفعة عند المصاب، قد يتحول جرح بسيط في القدم إلى قروح لا تندمل ثم تنتشر، وقتها نضطر إلى بتر قدم المصاب حفاظا على حياته. تعرضت لويس قبل سنوات لموقف كاد يودي بحياتها، فكان درسا قاسيا علمها أن الخطر موجود دائما. كان حلمي أن أزور قبر نفرتيتي في الأقصر. دفعنا الكثير من المال وانطلقنا على 4 فجرا، ما إن وصلنا حتى أنهكت وأدركت بأن نسبة السكر انخفضت في دمي، وحرصا على البقاء هناك لم أخبر أحدا إلى أن أغمي علي ودخلت مرحلة خطرة. تصدمنا الحياة أحيانا بأحكامها القاسية، لكن المرأة بإمكانه تجاوز العقبات إذا تحلى بقوة العزيمة والحكمة في مواجهتها. وتأخذنا جولة المساء إلى